سؤال اليوم لمسابقة فلة الرمضانية: ما مؤنث كلمة أعشى وهو الرجل ضعيف البصر؟ عشياء، عشواء، أم عاشية؟ بانتظار إجاباتكم في التعليقات مع ذكر اسم مدينتكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك كل بيج لمعرفة الجواب الصحيح واسم الفائزة معي في مسابقة اليوم. تقبل الله طاعتكم وصيامكم، رمضان كريم، وغدا سؤال جديد.